طبعا للي قاله والحملة كذب وماكو إزالة التجاوزات وهذا كلامكم تسقيط للشيخ أسعد العيداني حفظ الله ورعاه. هاي بيوت التجاوزات حاليا يم بيوت التجاوزات زين. يعني انتم يا ترى اللي قايمين على هاي الحملة يصير صحح الخطأ بالخطأ زين. هاي عالم فقرة وما عندهم لا مأوى ولا راتب شهري وما عندهم لا معين ولا عندهم كل شيء ولا عندهم سكن زين. بشرفك انت من نزيل هاي التجاوزات شايف كلها بيوت فقرة من نزيل التجاوزات والشتاء قادم يعني هاي العالم وين تروح؟ يلا اريد واحد من عندكم عنده ضمير يقول لي. وبالنسبة للي خابصين نفسهم محافظات وما اعرف شنو زين هاي العالم الفقرة ما فكرتوا بيها وين تروح؟ حسبتها من الشيلة هسه وين يروح؟ يعني بس اريد اعرف وين يتوجه؟ يروح يفلش يروح يبوك يروح ينهب؟ طبعا مع الاسف عليكم والله العظيم الغاية من الحملة فقط حملة انتخابية قام بها اسعد العيداني وربعها. تشوف هاي بيوت التجاوز زين؟ ازالة خلال 24 ساعة ويصرح قدام الإعلام 24 ساعة ويقول الحملة ما تشمل الفقير وبيوت الفقراء ما حد يفلشهم. هذول مو بيوت فقراء، هذول برلمانيين مثلا، هذول أحزاب متنفذين، هذول عندهم قوت عندهم معيشة عندهم راتب عندهم سكن زين. انت هذا الفقير من الشيء لوين راح يروح؟ يصير يا أسعد العيداني يا سيادة الشيخ النائب المهندس المحافظ يصير هيك الشيء للفقير؟ يعني وين يروح؟ بس أريد أعرف زين. هاي تقريبا 30 بيت هنا راح يشيلونهم ازاله خلال 24 ساعه.